العربية. كورنادو الأتي يبدأ بشكل قوي على مرمى الرجاء، وكل الرجاء يريدون كرة عالية عرضية أمام المرمى. الكبار هم من يصنعون منصاتهم، الكبار هم من يكتبون. ردة الفعل من الرجاء العالمي، كرة ملعوبة من محسن متولي، عرضية السلام. الله يا رجاء التاريخ، الله يا لها من عودة. كازابلانكا ترد على جدة بسرعة بسرعة وبالراس وراس براس، ويا هي بداية. هذا نهائي، هذا نهائي، نعم، بين الرجاء والاتحاد ممكن أن يحدث كل ذلك. الله عليك يا لون العمل، الله عليك يا لون العمل والعلم، ويا لون القلوب. كنا نتمنى حضور الجماهير، لكن محسن متولي مع أمطار المغرب عالية وعرضية، رومارينيو بيخلصها، ترجع الكرة مرة ثانية، شغل أي كلام من عمر عرجون، لا زالت أمام المرمى. الرجاء، الرجاء، يا سلام يا سلام. نشوفها، خلونا نشوف، خلونا نقول رأينا. ها، هل راح يقول؟ شوف، غالبا استدعاء الحكم راح يقول بلنتي، راح يقول ركلة جزاء. أشوف وشك، أشوف وشك، ركلة جزاء. حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء للاتحاد. كان اللي يقول لهم الاتحاد رمى الوجه المشرق للاتحاد في آخر سنتين. رمى السلام في مباراة تحدي الشخصيات، الشخصية الاتحادية ترد وتعود بهدف ثاني عن طريق رومارينيو، هداف العرب وهداف البطولة رومارينيو. ركنها ركن، حطها حط، وداها وداها وداها، وأعلن عن عودة الاتحاد، واثنين اثنين في أجمل نهائي قبل لا تنتهي المباراة. هو النهائي الأجمل، النهائي الأقوى، النهائي الأروع، اثنين اثنين. مشاها لسفيان رحيمي، سفيان، يا السلام يا السلام، ما هذا يا رجال؟ الله، رجاء المتعة ورجاء الروح ورجاء التحدي ورجاء الأرقام ورجاء الأمل ورجاء يفعل ما يريد، يفعل ما يريد. يا لمتعتكم وإبداعكم، يا لهذا الأداء، ما هذا الرجاء؟ هل حقا هذا الفريق فقد لاعبين؟ هل هذا الفريق يمر في أزمة؟ هل هذا الفريق في وضع غير صحي؟ هذا يلعب بهذا الأسلوب وهو في ليس في أفضل حالاته، كيف لو كان الرجاء؟ إنها روح الرجاء المتوارثة.